أهلا بيكم. نجمة حلقة النهاردة هي نجمتنا الجميلة داليا البحيري، حصلت على لقب ملكة جمال مصر سنة 1990، ومثلت مصر في مسابقات ميس يونيفرس وميس وورلد، عملت كمرشدة سياحية وبعدها مقدمة برامج على القناة الفضائية المصرية وكمان عارضة أزياء. نصبت سفير النوايا الحسنة في نوفمبر 2010، وذلك من أجل محاربة مرض السكتة الدماغية، وبعد كده دخلت مجال التمثيل سنة 2000. ليها العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج اللي امتعتنا بيهم وضحكتنا بيهم كتير، زي السفارة في العمارة مع الزعيم عادل إمام، محامي خلع، سنة أولى نصب، ومسلسلات كتير زي يوميات زوجة مفروسة والقاصرات وريش نعام وغيرهم كتير. النجمة الجميلة داليا البحيري ليها ذكريات كتير في حياتها العملية، بس هل يا ترى ليها ذكريات مع السواقة؟ ده اللي هنعرفه منها شخصيا. كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. وانت طيب. شفت حاجات كتير بس ما اعرفش حاجات خالص عن السواقه. غاويه سواقه؟ بحب السواقه قوي. اتعلمتي كويس؟ اتعلمت كويس لان انا بابايا اللي علمني السواقه، وبابايا سيف درايفر، يعني يعلمك السواقه ازاي ان انت تاخد بالك من اخطاء الغير، ان انت احذر خطا الغير دايما. دايما. اول عربيه ركبتيها؟ فيات الصغيره دي اسمها ايه؟ 127 ولا 127؟ اللي صغيره خالص. صغيره. هو دايما بيبتدوا ب 127 128 عشان ايه؟ عايز اعرف كان ايه. الكريم كده اوف وايت. قعدت معاكي كتير؟ لا ما قعدتش معايا كتير عشان حصل مشكله كبيره. عملتي حادثه؟ لا ما عملتش شر. لا امال ايه؟ او اكشلي انا عملت حادثه بالعربيه دي لما كنت بعمل الاغنيه بتاعت علي الحجار بتاعت تجيش نعيش، وانا راجعه من تصوير الاغنيه دي عملت حادثه. الدنيا كانت بتمطر والعربيه اتزحلقت وخبطتها يعني. بعديها رحت بابايا خاف، بابايا ومامتي خافوا، قالوا لك لا خلاص، قالوا لا خلاص، وجبنا عربيه اير تايت، وكانت اول عربيه بقى بروبر اجيبها كانت الاونو. بعد فيات عائلة الفيات بس كانت الأونو حلوة قوي، أنا بحبها. كان لونها إيه؟ كان لونها الأخضر الزيتي الغامق. كان اللون ده والنبيتي هما اللونين المميزين. دي العربية اللي تعتبري بتحبيها أكتر، أو يعني في مجموعة العربيات اللي استخدمتيها زمان نقدر نقول أني واحدة فيهم كان وشها حلو عليكي أو وش السعد أو كنت حبها؟ لا أنا جي بعد كده كان ركبت مونديو وفورد مونديو، عملت لهم اصلا اعلان في فتره، فالدنيا عربيه لا مش ادوهاني فورد بسعر كويس. بسعر كويس ادوهاني، كنت اتمنى يدوهاني بس لا ادوهاني بسعر كويس. وبعدين دي برضو اتخبطت بالاكسيدام برضو، دي معناها كده ان دي هتقول لي دي غلطتك. لا مش قوي يعني، بس هي ما كانتش حادثه كبيره، هي كنا في اشاره وعربيه ماشيه بالراحه، وكان في زي جنش طالع من عربيه اللي قدامي فخبط فيها بس بقى عمل مشاكل كتير، ريادتير باظ، لان بوز العربيه شويه خبط. واطي، فدفعت فلوس كتير ساعتها، فما علينا. اتغيرت وجبت واحدة تانية. خليني أروح فاصل وارجع كمان مع حضرتك. يلا. ولسه مكملين معاكم مع نجمتنا الجميلة داليا البحيري. الألوان اللي بتحبيها في العربيات؟ بتصدق حسب لون العربية، حسب نوع موديل العربية. حسب موديل العربية ونوع العربية. يعني أنا كان عندي كنت بحب العربية دي قوي، كان عندي عربية ميني كوبر كوبي كابورلي اس اللي هي فيها كل الحاجات، كوبر اس السريعه السبورت كلها، بموت فيها. انا جبتها ترانزيشن كده قبل ما اجيب عربيتي، وجبتها عشان بنتي حبتها لانها بتتفتح كونفرتبل. فطبعا بنتي حبتها قوي فجبتها، وانا ما بحبش العربيات الصغيره قوي كده. بس عايزه اقول لك كان عندنا ميموريز حلوه قوي قوي في العربيه دي، وكنا بنعيط. دي اول عربيه عيطت واحنا بنبيعها. دي العربيه اللي عيطنا فيها انا وبنتي، يعني دي العربيه الاقرب الى قلبي. لان انا ببساطه اللي خدتها شاب حبيبها قوي، ولد صغير داخل الجامعه حافظ عليها، فان شاء الله يكون حافظ عليها يعني. بس وهي ماشيه من قدام البيت احنا كنا عارف دعلانية. زي ما تكون بقى ايه كلب انت مربيه مثلا. غاويه ميكانيكا او تعرفي في ميكانيكا ولا لا؟ لا بص ما افهم شويه، انا بحب اي حاجه دعبس فيها، انا من النوع اللي مش اركب كده وخلاص. بس انا مثلا ممكن عادي اقف اغير فرد الكاوتش جدا عادي جدا، ولابسه تالون وكله، واقف اغير فرد الكاوتش عادي جدا. بتحبي التكنولوجي؟
بحب التكنولوجي، وكنت زمان لما نجيب اي جهاز جديد انا اللي اقعد اقراه واعرف بيشتغل ازاي وعامل كل حاجه. دلوقتي لا خالص بقى، يعني تركبي عربيه كهرباء؟ اركب عربيه كهرباء ولا خافي؟ ولا خاف؟ والله بص انا هقول لك، انا اليومين دول جوزي بيشتري عربيه كهرباء، واول فيه. بقى عربيه كهرباء تجينا، فانا اقول له طب دي، طب ايه على الطريق هيحصل ايه؟ طيب حاطط بنزين، أيوة وتلاقي الوحده الكهرباء تشحنيها بس هتاخد شويه وقت اكتر. ايوه ما هو ده انا بقول له، هناخد وقت قد ايه؟ طب افرض انت في 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 مرحله حرجه، اي ثينك انا ممكن اركب عربيه هايبرد. انا اللي هو ده مش موجود، يبقى يعني الحق نفسي، انا بحب السيف. النجمه داليا البحيري لو قاعده في البيت طلبت تاكسي وجالها تاكسي قياده ذاتيه من غير سواق، تركبيه ولا لا؟ لا لا شويه، يعني لازم يبقى في مصر ولا بره مصر؟ يعني لو بره مصر تركبيه، ولا فكره ان عربيه ماشيه لوحدها من غير حد سايق دي تخوفك؟ تخوفني. ما تعمليهاش؟ لا يعني غالبا ما اعملهاش. نجمه داليا البحيري، حديث ممتع، شكرا لحضرتك، امتعتيني وتشرفتي بيكي. ميرسي. وانت طيب. ميرسي.